طيب معانا برضو ام محمد. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ اتفضلي الله يخليكي. اتفضلي. انا حلمت اني جيت جبل، بس يعني ما جبتش حاجه منها، وجابها لي ايه؟ وشهدها لا كتير. معلش، لا معلش، ما سمعتش يا ام محمد، قولي تاني. بتقولي ايه؟ قولي تاني يا ام محمد. بقول لك حلمت ان جوزي لابس ذهب في المنام. جوزك لابس ذهب في المنام، هو جوزك لا، عايش يا ام محمد؟ جاب لي، جاب لك علبة ذهب؟ اه. ايوه، طيب جوزك عايش يا ام محمد، مظبوط؟ ايوه، طب تمام. بس ما جبتش منها حاجة. ما اخدتيش منها حاجة، ايوه ما لبستيش منها حاجة، اهم شيء، صح؟ ايوه تمام. والعلبة دي حد اخدها ولا فضلت مكانها؟ ايه، حد اخد العلبة، علبة الذهب حد اخدها منك؟ لا، ما خد، هو جابها لي جوازي بس ما جبتش منها حاجة. اوكي، بصي يا حبيبي، هو يعني يؤسفني اللي هقوله، هو كده كده هيجي له ميراث من حد من العيله، سواء حد يتوفى او هيجي له ميراث كان ليه، بس هم مش هيستفادوا منه بحاجه. ده ميراث يعني خيرا، لان هو كان هيبقى هم عليهم، يعني يا اما تبص لهم فيه بقى، يا اما هيبقى يحصل عليه مشاكل، بس هم الاخر مش هياخدوا منه حاجه. والله هو لو شر مع السلامه، يعني هو مش كل الفلوس اللي بتيجي خير على فكره. لا يعلم. ما تزعليش يا ام محمد، لو فعلا جالك الميراث اوعي تزعلي. خلاص بصي، استعوضي ربنا وقولي الحمد لله خير، يعني مش هتستفادوا منهم، حد تاني يستفاد منهم.